دكتور جلال حسين عارف، أستاذ طب الأطفال، وكنت قبل كده رئيس القسم، وكنت وكيل كلية الطب لشؤون الطلاب، وحاليا إميريتس بروفيسور أو أستاذ على المعاش بقى زي ما بيسموه. أنواع الفاكسينات، أولا لازم نخلي بالنا إن في كلمة طعم وفي كلمة مصل. الطعم ده اللي احنا بنديه للشخص وبيعمل مناعة إيجابية من الجسم. المصل ده حاجة موجودة في شخص تاني وباخدها منه فتبقى سلبية. فاحنا لما بنتكلم على الطعوم بنتكلم على اللي احنا بنديه، والطعوم دي أنواع، منها حاجات من الفيروسات، ومنها من البكتيريا، ومنها من المشتقات بتاعت البكتيريا. وبرضو لما نيجي على نتكلم على الفيروسات هنلاقي في بعض الطعوم الفيروس بناخده بنموته خالص، وده اللي بنسميه كيلد فيروس فاكسين، وفي نوع بنروضه اللي بنسميه اتينيويشن او لايف اتينيويتد، وده بنضعف الفيروس وبعدين نستعمله حي. وطبعا الفاكسين اللي هو فيروس ده لازم يتعطى عن طريق الحقن. الفاكسين اللي هو لايف ما هوش ديت ممكن يتعطى بالفم ايضا. والبكتيريا ما فيش غير اللي مستعمل حاليا نوع واحد اللي هو الحي، بكتيريا لايف اتينيويتد، اللي هو البي سي جي بتاع الدرن اللي بيتعطى في الكتف الشمال، وده يعني له كلام كتير قوي في زيادة المناعة عامة. والبكتيريا التانية كلها كيلد أو ميتة وبتتعطى عن طريق الحقن. طبعا ما دام كيلد يبقى لازم تتعطى عن طريق الحقن. في بعض الفاكسينات البكتيريا نفسها مش مهمة، لكن السموم أو التوكسينز اللي هي البكتيريا بتفرزها هي دي اللي مهمة، اللي بنسميها التوكسينز. وبناخد احنا التوكسين ده وبنحوره ونضعفه، يا بالتسخين يا بالفورمالين يا بأي مواد كيماوية، ونستعمله. وفي الحالة دي بيبقى اسمه توكسويد. يبقى إذا احنا عندنا فيروس حي وميت، عندنا بكتيريا حية وميتة، وعندنا منتجات البكتيريا زي التوكسين ده اللي احنا هنستعمل منه التوكسويد. وفي بعض الفاكسينات برضو بناخد القشرة بتاعت البكتيريا نفسها اللي هي الوول وبنستعملها كفاكسين.